بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا والله بالصف الأول الثانوي ورقة مثل الأستاذ لشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك في شرح وتبسيط المنهج بتاعك لعام 2021 من كتاب جيم 2020. وصلنا للوحدة 7 تحديدا، وصلنا لجينكس السايز اللي موجود على الدرس 3 و4 من الوحدة 7، وده بدايته موجودة على صفحة 50 من كتاب جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن الأول في شوز دولة if I were you، أنا لو كنت مكانك I wouldn't place too much كذا in this bad man. يا ترى إيه بقى؟ trust ولا doubt ولا forgiveness ولا prediction؟ إيه معنى الكلمات؟ trust معناها ثقة، doubt معناها شك، forgiveness بمعنى سماح، و prediction تنبؤ. بيقول لك أنا لو كنت مكانك ما لم أكن لأضع الكثير من كذا في هذا الشخص السيء. طالما أنه الشخص السيء بأنت إيه بقى؟ ما يستحقش انت تضع فيه تراست. تراست بمعنى ثقة. اجابة صحيحة في جملة رقم 1 عشان بمعنى جملة على بعضها. لو كنت مكانك ما كنت لأضع الكثير من الثقة في هذا الشخص السيء. تراست اجابة صحيحة في جملة رقم 1. اتنين بيقول لك we should put cold water on burns، يجب ان نضع الماء المثلج على الحروق. يا ترى surprisingly بمعنى بمفاجأة يعني، ولا فجأة، ولا differently بطريقة مختلفة، ولا immediately على الفور، ولا difficulty بصعوبة. طبعا الاختيار ده قدامك كلها ظروف، يبقى هاخد immediately بمعنى على الفور. إجابة صحيحة في جملة رقم 2. ثلاثة بيقول لك فيها the teacher asked the students to، المعلم طلب من الطلبة بتوعه to إيه بقى؟ the poem، القصيدة، يعملوا لها إيه؟ يترى separate بمعنى يفصل، ولا interpret بمعنى يترجم، يترجم يعني يفسر يقول الكلام الموجود فيها، ولا ريموف بمعنى يزيل، ولا بريد يتنفس. طبعا انتربرت يترجم، هم القصيده محتاج يعمل لها ترجمه. انتربرت بمعنى يترجم، ودي على فكره ترجمه فوريه يا شباب. انتربرت اجابه صحيحه في جمله رقم 3. طب نروح رقم 4. الجمله رقم 4 بيقول لك فيها the earthquake، الزلزال caused، سبب ايه بقى؟ to property، الملكات الخاصه، estimated at 1 مليون باوند، مقدر او بالتقدير بتاع هذه الخسائر مليون جنيه. يا ترى دينجر بمعنى خطر، ولا ادفنتشر بمعنى مغامره، ولا بريك بمعنى يكسر او كسر او فسحه، ولا دمج بمعنى تلف او ضرر. دمج بمعنى تلف او ضرر. اجابه صحيحه في جمله رقم 4. 5 بيقول لك فيها after the accident، بعد الحادث، هي سفرد، هو كان بيعاني من ايه بقى؟ جاب فراغ اند بروسز. بروسز معناها كدمات، من الترجمه هي قدامنا. كاتس بمعنى قطوع او جروح، ولا فايرز ده جمع كلمه فاير بمعنى حريق، يبقى ده حرائق. ارجومنتس بمعنى جدال. باناديمكس اللي هو والعياذ بالله بيقولوا عليها الجائحات، زي والعياذ بالله كورونا والحاجات دي. طيب هنقول هو كان بيعاني من ايه بعد الحادثه؟ بيعاني من كاتس، من بمعنى جروح او قطوع، وكدمات بروسيس موجوده فوق. كاتس اجابه صحيحه في جمله رقم 5. ستة بيقول لك فيها I tried to، أنا حاولت كذا، calm during the funeral، calm بمعنى هادي، during أثناء funeral والعياذ بالله اللي هي بيقولوا عليها مراسم العزاء أو العزاء يعني. يا ترى pay ولا stay ولا make ولا do؟ أنا عندي يا شباب تعبير اسمه stay calm. stay calm بمعنى يظل هادئ. stay إجابة صحيحة في جملة رقم 6. سبعة بيقول لك فيها please don't ever angry with me، من فضلك لا تكون كذا غاضبا معي. It wasn't my fault، لم يكن خطئي. يبقى ايه بقى؟ get angry ولا make ولا have ولا keep؟ انا عندي حاجه اسمها get angry بمعنى يغضب. get angry with فلان يعني معناها يكون غاضبا معه. get اجابه صحيحه في جمله رقم 7. تمام. يقول لك فيها I cannot decide، انا لا استطيع ان اقرر. ايه بقى؟ يا حرف الجر اللي يجي هنا، يا حرف الجر اللي يجي بعد I cannot decide. Who to invite to my wedding party next week؟ مين اللي انا اعزمه على حفل زفافي في الاسبوع القادم؟ يا ترى at ولا on ولا out ولا in؟ انا هاخد on لان عندك فاعل مع cannot مع decide on بمعنى يستقر على، وتجيب وراها بعد كده هو تكمل جملتك عادي. هنا هو طبعا تقع في موقع relative clause بربط الجمله الاولى بالجمله الثانيه. on حرف جر وحيد عشان تبقى بعضها decide on بمعنى يستقر على. إجابة صحيحة في جملة رقم 8. طب نروح لجملة رقم 9 واللي بيقول لك فيها
It is why I failed to eat healthy food to keep fit. إنه كذا أن تتناول طعام صحي لكي تحافظ على لياقتك. يا ترى يبقى necessity بمعنى ضرورة ولا necessary بمعنى ضروري ولا must معناها يجب ولا forbidden ممنوع؟ لا أنه it is necessary to eat من الضروري أن. necessary إجابة صحيحة في جملة رقم 9. عشان بقول لك فيها يو أنت وجاي في فراغ show your passport when you leave or reach any country إن أنت تبين أو تعرض أو تظهر الباسبور بتاعك عندما تغادر أو تصل إلى أي دولة. يا ترى have to ولا should ولا mustn't ولا must؟ دي فيها ضرورة وإلزام خارجي لأن أنت رايح مكان أو راجع من مكان أنت مجبر إنك أنت تطلع الباسبور بتاعك، يبقى هناخد have to التي تفيد الإجبار الخارجي أو الالتزام الخارجي. إجابة صحيحة في جملة رقم 10. 11 بقول لك فيها يو بقى فراغ park your car here. أنت كذا إن أنت تركن السيارة بتاعتك هنا. There is no parking sign. No parking معناها ممنوع الوقوف، ممنوع تركن. يبقى ايه هنا هو؟ اقول لك have to ولا mustn't ولا needn't ولا didn't have to؟ الاجابه الوحيده الصحيحه هي mustn't، لان mustn't تفيد النهي او الزجر او المنع عن الشيء اللي يخالف القانون او الشيء اللي ضد القانون. mustn't اجابه صحيحه في جمله رقم 11. 12 بقول لك فيها yesterday بالامس I got فراغ to school as it was a national holiday. انا بالامس انا كذا امبارح مدرسة لانه كان اجازة قومية. تمام. I rested at home. استريحت في البيت. يبقى ده امبارح راح ولا ما راحش؟ كان يتحتم عليه ولا لم يكن يتحتم عليه؟ بقول لك ده كان اجازة رسمية، يبقى لم تكن هناك حاجة الى الذهاب للمدرسة. يبقى اقول لها to go ولا need to have gone ولا didn't have to go ولا went. انا هاخد لها didn't have to go. طيب ليه خدنا didn't have to go يا شباب؟ لأكثر من سبب. أولا لأن الجملة اللي قدامك ده هي تشير إلى عدم ضرورة في الماضي، أدي واحد. طب ما ممكن يكون في عدم ضرورة بس أنت تروح تعملها. لا، دي عدم ضرورة وهو ما عملهاش. امبارح أجازة قومية ومنها أجازة قومية فهو ما راحش المدرسة. ده اللي خلانا didn't have to go، لأن دي معناها أنه لم تكن هناك ضرورة في الماضي لعمل شيء، وعشان مش ضروري أنت ما عملتوش. طب يجي حد يقول لي طب ليه احنا ما خدناش didn't have gone؟ أقول لك لا، didn't have gone مختلفة تماما عن didn't have to go. ليه؟ didn't have تصريف ثالث معناها ان الشيء ده لم يكن ضروري اداؤه في الماضي بس انت عملته، يعني ده معناه ان هي عكس didn't have to go. ده اللي يخلي didn't have to go اجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 12. 13 بقول لك فيها يو بقى فراغ درايف اوفر 100 كيلومتر ان اور. بيقول لك انت جاز ان انت تقود سيارتك بسرعة تزيد على ال 100 كيلومتر في الساعة on this road في هذا الطريق. It is against the law. ضد القانون. يبقى ناخد ايه؟ might ولا shouldn't ولا mustn't ولا must؟ بما انه ضد القانون يبقى نقول ايه؟ mustn't ممنوع، ودي تفيد النهي او الزجر البات والقاطع mustn't. اجابة صحيحة في جملة رقم 13. طيب تمام، نروح لجملة رقم 14 ومنها نشوف الصفحة اللي احنا شغالين عليها يا شباب. بتقول 14 بتقول لك they didn't win the match. هم لم يفوزوا بالمباراة. تمام ماشي يا سيدي. they كذا will and hard to win. هم كذا will معناها بجد يعني and hard بمعنى باجتهاد to win ان هم يفوزوا. تمام. يا ترى هنا must have trained استنتاج بقوة في الماضي بوقوع الحدث ولا needn't have trained دي حاجة تانية خالص. دي الذهاب بتحكي فكره تاني انه لم يكن ضروري اداء الشيء في الماضي بس انت اديته. ولا شود ترين يجب ان يتدرب، ودي بتشير للحاضر. ولا شود هاف تريند دي بتقول كان يجب ان يقوم باداء شيء في الماضي بس هو ما عملهوش، ودي المدلول او المعنى بتاع ايه؟ بتاع شود هاف تريند. كده ناخد مين اجابه يا شباب؟ هناخد شود هاف تريند. ليه؟ لإني بقول لك هم اتهزموا في المباراة. زي didn't win the match اتهزموا. طب بما إن هم اتهزموا يبقى ده معناه إن هم قصروا صح؟ يبقى كان يتحتم عليهم في الماضي إن هم يتدربوا بقوة وبيتدربوا بجد واجتهاد بس هم ما عملوش كده. ده اللي يخلي شو ده في تريند إجابة صحيحة في جملة رقم 14 عشان معناها إنهم كان يجب عليهم إن هم يعملوا ده في الماضي بس ما عملوش. شو ده في تريند إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 14. 15 بقول لك فيها I was very nervous before the interview. انا كنت يعني ايه عصبي شويه كده قبل المقابله. طيب though بالرغم من ذلك I كذا، وقفلت الجمله. Everyone was so friendly and I got the job. كل الناس كانت ناس ودوده وانا حصلت على الوظيفه. تمام. يا ترى needn't worry
ولا didn't have to worry ولا cannot have worried ولا needn't have worried. الإجابة بتاعتي needn't have worried. ليه؟ الجملة اللي قدامي ده هي تشير إلى ماضي، تمام، وبتقول إن هذا الشيء في الماضي لم يكن من الواجب إنه يحدث بس حدث، تمام. أدي دي اللي هي needn't have تصريف ثالث. خلاص، هو كان قلق جدا قبل المقابلة، مقابلة بتاعت الوظيفة طبعا، تمام، لكن لما راح المقابلة لقى الناس حلوة وبيتعاملوا معاه بطريقة ودودة وحصل على الوظيفة كمان، يبقى ده معناه إن القلق بتاعه لم يكن له داعي. ونيد انتهى في تصريف ثالث هي اللي بتقول إن هذا الشيء لم يكن من الضروري أو لم يكن هناك داعي لأداه بس حصل منك. نيد انتهى فورد، إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 15. نروح لصفحة 51 عشان نكمل السلسلة بتاعنا. على 51 هنلاقي جملة رقم 16 اللي بتقول لك يو بعد جاي فراغ go into this building، انت كذا ان انت تدخل لهذا المبنى. it is impossible as it is a military building. ده شيء مستحيل لانه مبنى عسكري. يبقى نقول ايه بقى؟ needn't ولا can't ولا should ولا must؟ هنقول لك can't. ليه؟ can't هي الاجابة الاقرب هنا. هو المفروض طبعا كان يحط mustn't لكنها مش موجودة. مين الأقرب ليها؟ هنقول كانت، وكانت برضو تفيد أو تدل على أن أنت لا يمكنك أن تقوم بهذا الشيء لأنه يمثل خطأ أو ضد القانون. كانت إجابة صحيحة في جملة رقم 16. تعال نروح لفيل إن ذا سبيس، وأنا هقول لك الإجابات الأربعة بتاعته، هقولهم لك على الترتيب، هم موجودين قدامك ظاهرين عندك، ولو في عندك مشكلة برضو أنت هتعرف تتواصل معنا إن شاء الله تحت الفيديو أو حتى على طبعا تعلق لنا على الفيديو أو على الفيس بتاع القناة. أدي ماست أهي في الاختيار في الفراغ إيه؟ بي هنحط فيها وير، سي نحط فيها بي، واخر فراغ نحط فيه مايت. طيب تعالى نرجع نكمل الامتحان بتاعنا، ووصلنا دلوقتي للقطع اللي بتمثل فكره جميله جدا وعظيمه جدا. الكاتب بتاع القطع بيقول لك تخيل ان انت عندك فرصه او اتيحت لك فرصه الذهاب الى كوكب المريخ لكي تعيش عليه لمده 6 أشهر تحديدا. طيب وبيقول لك ان خلال الست اشهر ده هي قدامك طبعا في احتماليه كبيره جدا ان انت ما تقدرش ترجع تعيش للارض تاني. دي كانت فكره طرحها طرحتها طبعا رواد الفضاء لبعثه هيتم ارسالها للفضاء في العام 2031. بيقول ان عدد الناس اللي تقدموا متطوعين ان هم يروحوا في هذه الرحله اللي هي على بعد من الارض 400 مليون كيلو متر واللي ممكن ما يرجعوش منها، وقلنا ان هي هتستمر لمده 6 شهور، تمام؟ تطوع للكلام ده 200,000 شخص. طب ايه وجهه نظرهم في الموضوع ده؟ هو وجهه نظرهم لا تختلف كثيرا عن من ذهب الى امريكا في بدايتها لكي يكتشفها، ناس رايحه عندها حب المغامره والاكتشاف وما الى ذلك. المهم ان طبعا المكان اللي هم رايحين ليه ده طبعا لا تتوافر فيه اي يعني وسيله من وسائل الحياه، وطبعا احنا هم بيقولوا لهم قبلها ان انتم ممكن ما ترجعوش للارض مره اخرى. حوالي 100 شخص من هؤلاء الاشخاص تم اخضاعهم لمجموعه من الاعدادات والتدريبات بحيث انهم يشوفوهم هل يقدروا يتحملوا الوجود هناك، ايه امكانياتهم الجسمانيه، ايه وما الى ذلك. طيب هيكون المهمه دي فيها 4 من رجال الفضاء، والأربعة دول برضو تم تدريبهم على إن هم يتعايشوا مع البيئة الصعبة اللي هم رايحين فيها. أعدوا لهم ما يشبه كلمة معنى مستعمرة، هيبقوا موجودين في مستعمرة. المستعمرة هو مكان طبعا للاستيطان أو مكان للبقاء فيه. هناك يكونوا معتمدين على نفسهم تماما في إن هم يزرعوا ويجهزوا النباتات اللي ممكن يعيشوا عليها وما يمكن أن يأكلوا. طبعا برغم من هذه المشاكل والحاجات اللي هي خطر جدا في ان هم ممكن يروحوا هذه الرحله وما يرجعوش منها، الا ان كان في ناس متطوعه ما عندهاش خوف وقبلت هذا التحدي. طبعا لسه احنا ما وصلناش العام 2031 والله اعلم هل الرحله دي هتطلع فعلا ولا لا. طب نشوف السلسله تشوز اللي علاقتها اول سؤال بيقول لك why did the people decide to travel to Mars؟ هم ليه الناس قرروا ان هم يذهبوا في رحله الى كوكب المريخ؟ الاختيار ايه هو الاختيار الوحيد الصحيح؟ they want to see if they can survive there. هم عايزين يشوفوا هل عندهم فرصه ان هم يعيشوا هناك وهيعيشوا هناك طبعا ولا. خلي بالك ان سيرفايف معناها ان انت بتبذل مجهود عشان تظل على قيد الحياه، مش مجرد ليف يعني، مش مجرد يحيى وخلصنا. طيب ماشي نروح للصفحه اللي بعدها صفحه 52، ووصلنا للسؤال 2 على القطعه وات از ذا مين ايديا اوف ذا تكست. الفكره الاساسيه اللي بقوم حواليها النص ده ايه؟
اختياري one day we will all live on Mars. في يوم من الأيام ممكن كلنا نقدر نعيش على المريخ. في السؤال 3 what does the word settlement, احنا قلنا كلمة settlement معناها مستعمرات. ايه هي المستعمرات؟ ادي الشرح بتاعها. الاختيار بي a place where a group of people live, مكان حيث يمكن ان يعيش فيه مجموعة من الناس. طب نروح للسؤال رقم 4 اللي يقول لك what does the underlined word it refer to, الضمير يتحسب القطعة بتاعتنا يرجع ليه؟ هرجع لاختيار A an offer to go to Mars, عرض منك انت تذهب الى كوكب المريخ. السؤال الخامس على القطعة وده تشوز برضو people who would go to Mars thought that the life there would be, الناس اللي رايحة للحياة على كوكب المريخ عندهم فكرة ان الحياة تكون ايه بقى هناك؟ طف. كلمة طف بمعنى فظة قاسية وما الى ذلك. طب نروح الـ WH questions اللي جاية على القطعة, والـ WH questions يعني يغلب عليها طابع الآراء الشخصية في السؤال السادس والسابع تحديدا. مثلا بيقول لك ايه مثلا في 6 how would you feel if someone told you that you could never return to earth, كيف تشعر لو حد قال لك ان انت مش هتقدر ترجع للحياه على الارض تاني؟ طبعا انا هنا هترك لك حريه انك انت تقول براحتك. ممكن تقول I would feel frightened مثلا, هشعر بالخوف. ممكن تقول لك ايه doesn't matter for me, يعني مش مشكله بالنسبه لي. براحتك قول زي ما انت عايز. في 7 بيقول لك ايه what do you think that many people will live on Mars in the future, ليه تعتقد ان عديد من الناس ممكن يعيشوا على كوكب المريخ في المستقبل؟ هو ليه هم ممكن يفكروا يعيشوا؟ ممكن هو because they are adventurous courageous, كلمه adventurous معناها محبين للمغامره. طيب find a word that is similar to the word certain, كلمه certain معناها اكيد او مؤكد. ماشي, كلمة certain معناها أكيد أو مؤكد. مثلا الشيء certain اللي هو ممكن تقول إيه sure أو ما إلى ذلك. طب تعالوا نروح للترجمة يا شباب, ونروح للترجمة باللغة العربية أولا, اللغة الإنجليزية يعني هنحولها لغة عربية. وأول جملة تقول لك إيه electricity has become a main part of our life, people cannot do without it, we depend on electricity in almost all aspects of life. وهتكون ترجمة الجملة دي بالشكل ده, ظاهرها قدامك بس عشان تبقى شايفها. أول جملة تقول لك إيه لقد أصبحت الكهرباء جزءا أساسيا من حياتنا, فلا يمكن للنفس الاستغناء عنها لأننا نعتمد على الكهرباء في جميع جوانب الحياة تقريبا. طيب نروح لجملة رقم 2 ودي جملة باللغة الإنجليزية برضو, بتقول لك It is known that energy and water are the bases and the arteries of life, all living things and machines cannot live or work without them. وهتبقى الترجمة الأفضل ليها بالشكل ده, من المعروف أن الطاقة والمياه هما أساس الحياة وشرايينها, لا يمكن لجميع الكائنات الحية والآلات العيش أو العمل بدونها, طبعا اللي هي الطاقة, الطاقة والمياه طبعا. طيب نروح لجملة رقم 3 برضو لغة إنجليزية, We must bear in mind that increasing production is the only way of stability and safety, with it we can increase our income and overcome the burdens of life. واللي هتبقى ترجمتها بالشكل ده, يجب أن نضع في اعتبارنا أن زيادة الإنتاج هي الطريقة الوحيدة للاستقرار والأمان, فبواسطته يمكننا زيادة دخلنا وتجاوز أعباء الحياة. طيب نجهز الترجمة اللي باللغة الإنجليزية اللي هي عربي طبعا هنحولها للإنجليش, واللي بتقول لك شوف هنجهز أول جملة فيها أهي, أول جملة في العربي بتقول لك طبعا أنت شافوا جدل وشافوا ده قدامك ده بعض الكلمات الصعبة في الترجمة جايبها لك الكتاب. واحد في العربي يقول لك من الضروري لأي إنسان أن يحافظ على نظافة البيئة المحيطة به وكذلك نظافته الشخصية حتى لا يتعرض لكثير من الأمراض المعدية. وهنقول إن الترجمة الأفضل ليها تكون بالشكل ده It is necessary for any person to maintain the cleanliness of the surrounding environment as well as his personal hygiene in order not to be exposed to many infectious diseases. نروح للترجمة باللغة العربية رقم 2, تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا بارزا وهاما في حياتنا, فنحن لا نستطيع أن نتخيل الحياة بدون وسائل الاتصالات ووسائل النقل الحديثة. واللي هتبقى الترجمة الأفضل ليها بالشكل ده Modern technology plays an outstanding and important role in our lives. We cannot imagine life without modern means of communication and transportation. الجملة رقم 3, طبعا احنا بننقل من الجملة للحل بتاعها بسرعة شوية, انت عندك فرصة ان انت تعمل بوزنج للفيديو تتابعها براحتك وتراجعها زي ما انت عايز. مما لا شك فيه ان للتلوث اثرا خطيرة على البيئة سواء كان ذلك الانسان او الحيوان او النبات, ومن هنا يجب علينا افرادا وحكومات ان نعمل بجد لكي نقلل من نسبة التلوث.
واللي هتبقى بالشكل ده. There is no doubt that pollution has serious effects on the environment, whether for humans, animals, or plants. And hence, we individuals and governments must work hard to reduce the percentage of pollution. طب نروح نكمل باقي الجنرال اكسرسايز بتاعنا، ووصلنا للجزء اللي فيه الموضوع الانشائي، وبيخيرك ما بين موضوعين، طبعا بتكتب 150 كلمه على واحد منين. The importance of cleanliness، اهميه النظافه عموما، دي كده النظافه العامه، طبعا ده شيء مهم جدا، وخصوصا مع انتشار وباء زي وباء كوفيد 19 اللي موجود دلوقتي، ربنا يعافينا. انت محتاج ان طبعا يكون في نظافة في كل ما تقوم به، نظافة شخصية ونظافة عامة من المؤسسات اللي انت بتروح لها، الاماكن، المستشفيات، كل الحاجات دي محتاجة انت تحكي عنها في موضوع زي ده. في اتنين بيقول لك how to avoid illnesses، كيف يمكنك ان تتجنب الامراض and infectious diseases، وطبعا كل انواع الامراض سواء كانت تبقى جسدية او ما الى ذلك للامراض المعدية عموما، ازاي ممكن ان تتجنبها. طبعا بتدي مجموعة من النصائح للسلوكات الصحية السليمة سواء كانت فردية او عامة وما الى ذلك. وبنختم مع شاشة الكتابة والترجمة بتاعتنا، ونقول التدريبات دي انتهت، لكن لسه ان شاء الله لا يزال لدينا العديد والعديد من فيديوهات شرح وتبسيط المنهج بتاعك ان شاء الله مع معلم خبير المزيان مستر عزت من مدرسة الشيماء الثانوية البنك المحافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.